مباراه حرس الحدود، واحده من انا وجهه نظري من المباريات الصعبه جدا جدا اللي بتاتي في وقت صعب جدا. صعبة لأن المنافس أو نادي حرس الحدود خلاص ما عندوش ما يخسره، يعني اللعيبة بتلعب دلوقتي عشان تثبت إن هي لعيبة كويسة تقدر تلاقي فرص في الدوري الممتاز، وهم عندهم أكتر من لاعب كويس الحقيقة. ففرقة نازلة بلا ضغوط، ما عندهاش حاجة تبكي عليها، نازلة عشان تلعب كورة كويسة، وفرصة ويندو كبير قوي إن هم بيلعبوا قدام النادي الأهلي، والنادي الأهلي جاي من بطولة أفريقيا، والناس صحيح. الجمهور بكرة رايح يحتفل وبتاع، فيلا نعمل ماتش حلو قدام الاهلي. فهتبقى مباراه صعبه، خصوصا كمان ان احنا عندنا غيابات كتيره، يعني في استبعادات كتيره. كولر مستبعد حوالي 9 لعيبه، منهم كهربا ومنهم محمد هاني، ففي لعيبه كتير مريحه بكره. فاعتقد ان هو الحقيقه مش هيكون فعلا ماتش سهل، لكن قادرين ان شاء الله ان احنا نحقق ثلاث نقاط ونستمر في مسيره الدوري العظيمه اللي احنا عاملينها السنه دي. لكن هتبقى طبعا مباراه، اي مباراه طالما لسه ما اتلعبتش فهي مباراه مهمه ومباراه قويه. المنافس ما تضمنش حالته هتبقى عامله ازاي، ما تضمنش حالتك انت كمان هتبقى عامله ازاي. فنتعشى من ان احنا بكره نشوف مباراه حلوه، خصوصا زي ما قلت تاني ان الفرقه او حرس الحدود ما عندوش ما يبكي عليه، وهيبقى نازل يلعب باستمتاع. يعني هو مش حاطط في حساباته النقاط، ان هو نازل يستمتع، نازل يكسب بطل افريقيا. وده الاهم، ده الاصعب بالظبط، ده من اصعب الحاجات، ان هو خلاص مش باكي على حاجه، فهو ممكن ينزل صحيح. يلعب بكل اريحيه، وكل لعيب عايز يظهر امكانياته كويس. فان شاء الله نشوف ماتش كويس ونقدر نفوز، لان احنا مهم جدا ان احنا بالنسبه لي على ان الخمس ماتشات الجايين دول تخلص. لا مش بالنسبه لي، بالنسبه للاهلي. يعني في ناس ممكن تقول لك خلاص هو كده كده الدوري جاي، مش حاجه اسمها كده. انا شخصيا مش معاه الكلام. خلص الخمس ماتشات دول، وبعدين الماتشات اللي باقيه بقى ابدا بص على لعيبه، جرب، شوف، اعمل كل اللي انت عايزه، ادي اجازات يعني، بس خلص بدري وارتاح يعني. فان شاء الله نبدا بكره مرحله بقى ان احنا نخلص الدوري يعني.